بالنسبة فاش كنت صغير كانت كتبان ليا الماكينة بحال شي لعبة، كنقول غادي نطلع نعرف ليها غادي ندير، وفاش خدمت فيها لقيت شوية كاين المسؤولية، خصك تحدي راسك، يكون شي واحد يزن حداك تقيسو، بالنسبة تكون خدام حدا شي دار تقيسو، تكون خدام في الأرض يكونوا لي ريزو تاني تقيسهم، وبالنسبة للمانيكات كتخدم وانت راه عندك واحد الشغف بالنسبة لهذه الآلة، لدرجة أنني فاش كنطلع على الماكينة المانيطات جراو ليا مع الدم، صافي غير كنطلع كنبدا خدام. ما كاينش الاستقرار، مرة خدام مرة جالس، يعني دومين ما هيكلش لواحد الدرجة ما تصورهاش. حتى حنا السائقين راه البلاد كامله على كتافنا، البنيه التحتيه كامله على كتافنا، والحقوق ديالنا ما عندنا ولو 0.01% ما عندناش.